الذي حاول أن يبين لنا طبيعة الهواء المنبعث من الرئتين لعاتبيانه لدلالة حدوث الصوت الناتج عن النطق من الفم، سواء كان مفيدا أم غير مفيد، بقوله الصوت هو الهواء المنضغط من قرع جسمين وذلك ضربان. صوت مجرد عن تنفس بشيء كالصوت الممتد وتنفس بصوت ما، والمتنفس ضربان غير اختياري كما يكون من الجمادات ومن الحيوانات، واختياري كما يكون من الإنسان وذلك ضربان. ضرب باليد كصوت العود وما يجري مجراه، وضرب بالفم والذي بالفم ضربان، نطق وغير نطق، وغير النطق كصوت الناي والنطق منه إما مفرد من الكلام وإما مركب الكلام. ومنه قول ابن سينا إن السبب القريب للصوت تبوج الهواء دفعة بسرعة وقوة من أي سبب كان. وقول إبراهيم أنيس إن الصوت ظاهرة طبيعية ندرك أثرها دون أن ندرك كونها، كما أنه يحدث نتيجة احتكاك جسم بآخر لينتج عن ذلك الاحتكاك اهتزازات صوتية تنتقل في الأوساط المحيطة بهذا المصدر حتى تصل إلى آذان السامعين، أو هو الأثر السمعي الناتج عن ذبذبة مستمرة ومطردة لجسم من الأجسام. قد يسمع ذلك من احتكاك جسم بجسم آخر أو اصطدامه به، أو يسمع من الآلات الموسيقية الوترية والنفخية، أو من جهاز النطق عند الإنسان. وبالتالي فإن علم الصوت هو دراسة أصوات اللغة، باعتبار أن هذا العلم ينظر إلى دراسة الأصوات في حد ذاتها ويدرس صفاتها من حيث إخراجها بل وحتى سماعها. ولكن بعض اللغويين يطلقونه ويريدون به العلم الذي يهتم بدراسة التغيرات والتحولات التي تحدث في أصوات اللغة نتيجة تطورها. لقد أشرنا في بداية هذا الفصل أن الدراسات اللغوية عند العرب كان منطلقها وباعثها الأساسي القرآن الكريم. ومنه فإن الجانب الصوتي الذي يعد أولى مستويات لغوية والآخر منطلقه الأساس القرآن الكريم. وأن الاهتمام به عند العرب لم يكن مقتصرا عند أهل اللغة فحسب، وإنما اهتم به النحاة والقراء والمفسرون والفلاسفة وعلماء الأصول. وأن أفضل ما نقدمه لنبين حقيقة اهتمام بالظاهرة الصوتية هو أن الأساس الأول المعول عليه في وضع المعايير التأسيسية للنحو العربي كان الصوت، من حيث هو ظاهرة فيزيولوجية قابلة للملاحظة المباشرة، حيث إن أوضح صورة يمكننا تقديمها أيضا ما قام به أبو الأسود الدؤلي حينما اتخذ كاتبا حاذقا من عبد القيس فلم يرضه فأتى بآخر قال أبو العباس أحسبه منهم، فقال له أبو الأسود إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه، فإن ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي، فإن أتبعت شيئا من ذلك غنى فاجعل مكان النقطة نقطتين، وهو ما جعل العديد من الدارسين أن يقفوا عند هذا النص وقفة مطولة ليقولوا عدة نتائج منه. إن المنهج المعول عليها هنا منهج علمي موضوعي قائم على الملاحظة الدقيقة كما هي في الواقع، إنه يهدف إلى وضع ضوابط للأداء الفعلي انطلاقا من القراءة الصحيحة للقرآن أيوة، الكريم. بقيت الوقت دقيقتان. إن النظام القواعدي في مرحلة الجنينية نشأ في رحاب معينة الظاهرة الصوتية، ثم يأتي بعده تلميذه السيبويه في محاولات صوتية من خلال كتابه الكتاب الذي برع هو الآخر في مجال البحث الصوتي. ثم ازدهرت الدراسة العضوية والوظيفية، ومن ذلك أيضا جهود ابن سينا الشفهي لما عبر عن حدوث الصوت نتيجة نوعين. ما في صوت يا أستاذ دكتور فاطمة. معذرة لأستاذة موها.
لتطفئ أكبر الصوت. ما في صوت يا أستاذ فاطمة، لم نسمع صوت. هذا غيض المكان. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لأستاذة الدكتور فاطمة على مداخلتها الجيدة، شكرا جزيلا. وأيها الحاضرون الكرام، نخط الآن إلى مجال المناقشة، فلمن لديه التعليقات أو الاقتراحات أو الأسئلة فليتفضل بتقديمها. أو يمكن قبل ذلك ندعو الأول أستاذة نور أنيسة. الأول أيوة أستاذة سونيا. هل هي هل أنت متصلة معنا يا أستاذة سونيا؟ من الجزائر. لا عفوا، أنا من جامعة مولانا ملك إبراهيم الإسلامية الحكومية. نعم، أخطأنا إذن في الكتابة. إذن العلاقة بين اللغة العربية والدراسة الإسلامية واستجابات المسلمين للغة العربية، صح؟ نعم، تفضلي يا عزيزتي. أيوه تفضلي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الكرام أستاذة مليئة الصحة، وفضيلة الكرام أستاذة نور أنيسة رضوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. في هذه الفرصة سأقدم لكم مقالتي وصديقتي تحت الموضوع العلاقة بين اللغة العربية والدراسة الإسلامية. أنا سونيا من جامعة مولانا ملك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالان، وصديقتي إثنينية من الجامعة التربوية الإندونيسية. نعم، الأول، اللغة هي آلة اتصال بين الإنسان وغيره في الحياة اليومية لتوصيل الأفكار. اللغة العربية هي لغة عظيمة مستعملة في القرآن الكريم. إن القرآن والسنة كالأساسين الأولين للإسلام، هما يستعملان اللغة العربية. لا يمكن فهمهما ومعرفة أسرارهما واستنباط الأحكام منهما لغير المتمكن من اللغة العربية. لماذا؟ لأن اللغة العربية والدراسة الإسلامية لهما ارتباط وثيق. اللغة العربية مهم جدا، ولكن كثير منا لم نعرف ما استجابات المسلمين للغة العربية في الدراسة الإسلامية. التالي، العلاقة بين اللغة العربية والدراسة الإسلامية. الدراسة الإسلامية هي الدراسات المتعلقة بالإسلام، تتضمن الدراسات الإسلامية من علم الحديث وعلم التفسير وعلم الفقه وأصول الفقه وعلم التوحيد والسيرة النبوية وعلوم القرآن والتاريخ الإسلامي والأخلاق. ثم اللغة العربية لها أهمية لكل دراسة الإسلام. الأول، الأهمية، أهمية اللغة العربية في دراسة القرآن والتفسير. لغة القرآن هي اللغة العربية، لذلك لا يمكن معرفة هنا معناه وتفسيره بغير فهم عميق اللغة العربية. كما قال الإمام مالك بن أنس: لا أوتي برجل يفسر كتاب الله غير عالم بلغات العرب إلا جعلته نكالا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. ثم التالي، أهمية اللغة العربية في دراسة الحديث. بين شيخ الإسلام تفقه في السنة وتفقه في العربية. إن معرفة العربية هي إحدى من شروط للمحدثين. قال ابن سلاح: وحق على طالب الحديث
أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف ومعرتهما. وروى الخطيب. ثم أهمية اللغة العربية في دراسة العقيدة الإسلامية أو التوحيد. قال شيخ الإسلام أن بين اللغة العربية والعقيدة الإسلامية ارتباط وثيق لا يماثله ارتباط آخر في أي من المجتمعات القديمة والمعاصرة، لأن اللغة العربية هي لغة الإسلام ولغة كتابه العزيز ولغة رسله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم هناك أهمية اللغة العربية لدراسة الإسلام، لكن هناك أنتم تستطيع أن تقرأ في المقالة. ثم استجابات المسلمين للغة العربية. قال ألوي: بناء على النظرية التي طرحها رحمة، يمكن تقسيم الاستجابة إلى ثلاثة أقسام، هي الاستجابة المعرفية والاستجابة العاطفية والاستجابة السلوكية. أما أهداف من هذه البحث هي لمعرفة العلاقة بين اللغة العربية والدراسة الإسلامية، ثم لمعرفة استجابة المسلمين للغة العربية. ومنافع البحث هي لتسهيل المعرفة من العلاقة بين اللغة العربية والدراسة الإسلامية، ولتسهيل المعرفة من استجابات المسلمين للغة العربية. نوع هذا البحث هو الدراسة الحالية، وبيانات من هذا البحث هي بيانات العلاقة بين اللغة العربية والدراسة الإسلامية التي تحصل من الدراسة المنكتبية والحواشل من المقابلة عن استجابات المسلمين للغة العربية. ثم وعينة من هذا البحث هي بعض المسلمين والمسلمات، وأداة البحث هي الجدول والباحث وإرشادات المقابلة، وعملية جميع البيانات لهذا البحث هي المقابلة عن استجابات المسلمين للغة العربية، وعملية تحليل البيانات يعني جميع البيانات وفحص البيانات ثم تخفيض البيانات ثم عرض البيانات والتلخيص. ثم استجابة المسلمين وبعد هذا البحث نحصل استجابات المسلمين للغة العربية. وهناك تشرح لنا أن هناك قسمان من استجابات المسلمين للغة العربية، وهما الاهتمام وناقص الاهتمام. الفرقة الأول من الوقت الفرقة الأول هي الفرقة التي تتكون من التي تتكون من الذين يهتمون باللغة العربية ومعظمهم المسلمون الذين يأتون من المدارس أو المؤسسات الإسلامية، أو هم الذين لديهم خلفية إسلامية جديدة. والفرقة الثانية هي الفرقة التي تتكون من المسلمين الذين ناقشوا الاهتمام باللغة العربية ومعظمهم المسلمون الذين يأتون من المدارس أو المؤسسات العامة، أو هم الذين لديهم خلفية إسلامية أساسية. ثم انتهى الوقت. الخلاصة يمكن؟ الخلاصة هناك قسمان من استجابة المسلمين للغة العربية، وهما الاهتمام وناقص الاهتمام. العوامل التي تسبب الإرهاب في إندونيسيا هي سوء الفهم وناقص الفهم إلى دين الإسلام. ما في صوت يا سونيا؟ وانتهى الوقت يا أستاذة. أيوة الوقت قد انتهى. شكرا على حسن اهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شكرا جزيلا لأختي العزيزة سونيا من جامعة مالang، من جامعة إسلامية مالang، مولانا مالك إبراهيم مالang عفوا. طيب والآن نخطو إلى المناقشة.
هل هناك سؤال أو أسئلة أو تعليقات أو الاقتراحات؟ أي البيانات مثل ما قد بيّن زادت لنا دكتور مها صلاح، اللغة العربية أهميتها أنا عندي إضافة، عندي إضافة بسيطة. أيوة إضافة إضافة أيوة. نعم، إضافة بأنه اللغة العربية هي تمثل الهوية العربية اللي هي الهوية الإسلامية، بمعنى أيوة أنه المسلم تمام هو يحتاج لهذه اللغة لأنها هي اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. تمام أهمية هذه اللغة بأنه أنت إذا لم تمتلك هذه اللغة العربية وتجيد التحدث بها وتجيد قراءتها بطريقة صحيحة تفتقد الهوية العربية، لا تستطيع أن تدرس ذلك القرآن الكريم. إن لأن شاء الله. بعد ذلك، بعد أن توسعت الدولة الإسلامية ودخل اللحن في هذه البلاد العربية، يحتاج العرب لعلوم اللغة الأخرى اللي هي النحو والصرف وتقسيم هذه العلوم، لأن هذه اللغة دخلها اللحن. يبقى أهمية هذه اللغة في القرآن في إنها الوسيلة الوحيدة للوصول إلى أحكام القرآن والشريعة والفقه وكل الأشياء الموجودة في القرآن، تحسين هذا القرآن. شكرا طيب دكتور. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا على هذه الإضافة، بارك الله في علومك يا أستاذة دكتور مها صلاح. طيب والآخر، هل هناك سؤال أو اقتراحات؟ فليتفضل بتقديمها. إذا لا يوجد السؤال نستمر يا أستاذة. نستمر ب أيوة بدورة الدور ثانية يا أستاذة. الثاني. نعم. أيوة طيب، أيها الحضور الأكارم، ونحن نخطو إلى الدور الثاني بتقديم المداخلة من أستاذ دكتور محمد عبد الباسط، كلية ماركانيس هندي، بالموضوع الخلافة العباسية وما قامت بها من مساهمات علمية صارت سببا للنهضة العلمية السريعة في العالم الإسلامي. ما شاء الله، الموضوع جذاب. فليتفضل مشكورا محمودا يا أستاذ محمد عبد الباسط. أستاذ دكتور محمد عبد الباسط، هل أنت معنا؟ لم يأتي يا أستاذة، استمري يا فننتقل أستاذة، أيوة إلى ننتقل ننتقل وندعوه في الأخير بعده، إن شاء الله. ندعوه مرة أخرى بعد انتهاء الدور. إن شاء الله ننتقل إلى الموضوع، القرآن الكريم وأهميته في حفظ اللغة العربية. معنا أستاذ رشيدة، أستاذة رشيدة جامعة أبو بكر الجزائر، كذلك من الجزائر. تفضلي تفضلي يا أستاذة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. عنوان مداخلتي هي كالتالي: القرآن الكريم وأهميته في حفظ اللغة العربية. إن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، بها نفخر ونعتز، وعليها نعتمد في فهم القرآن والسنة وكلام العرب شعرا ونثرا. وقد أثنى عليها الله تعالى في كتابه فقال: إن أنزلناه قرآنا عربيا، الآية 2 من سورة يوسف. وقال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، من الآية 44 من سورة فصلت. وقال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، من سورة من الآية 103 من سورة النحل. وكذلك وقال: بلسان عربي مبين، سورة الشعراء آية 195.
إذن تتحدث هذه الورقة البحثية إذن مكانة وقداسة القرآن الكريم وأهميته في حفظ اللغة العربية، حيث يعتبر من المواضيع المهمة التي تندرج تحت دراسة الدين والشريعة الإسلامية، لذلك فهو موضوع إذن مهم لكل إنسان. كما نعلم أن العربية لم تكن موحدة قبل نزول القرآن، بل كانت لهجات متعددة تغلبت عليها لهجة قريش، ولكنها كانت ذا غنى ومرونة. ولما نزل القرآن سحر العقول ببيانه وأعطى اللغة سين من حيث السبط وعذوبة السجع، وعمل على توحيد اللغة العربية توحيدا كاملا، وحفظ العربية من الانقراض والاندثار ومن التغير والضياع في خبايا التاريخ. إذن فالهدف الأساسي من هذه الدراسة هو أن هذه اللغة المميزة جعلت الكتاب العربي المبين رهناً أساسياً من ثقافتنا وعنصراً جوهرياً بتربيتها الفكرية والخلقية. فارتباطها بالقرآن جعلها محفوظة بحفظه، باقية ببقائه، وسبحان الله القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنه لحافظون. وظلت تلك الأم الفصحى حية مكسورة على الاستخدام الديني المرتبط بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. إذن وكذلك بينا أثر القرآن الكريم في اللغة العربية. إذن وكما أثر القرآن الكريم في الأمة العربية في أخلاقها وعقيدتها وشتى نواحي حياتها، فقد أثر أيضا في اللغة العربية تأثيرا بالغا وقويا. إذن القرآن هو عماد لغة العرب الأسمى، تدين له اللغة العربية في بقائها وسلامتها، وتستمد منه علومها على تنوعها وكثرتها، وبهذا فلا تزال وستبقى دائما لغة الفصاحة والبلاغة، وأنها إذن تبقى هواؤنا الحضاري ونهرنا المتدفق بالابتكار والتجدد والمعاصرة الفعالة مع الزمن. وبدون اللغة لا يمكن التأكد والقول بوجود أمة أو شعب من الشعوب، فاللغة تضع الأمة والشعب. بعد ذلك إذن فاللغة العربية إذن لها منزلة إذن لا تضاهى ومكانة لا تسامى، وهذا بفضل القرآن الكريم، فهي اللغة التي اختارها الله لتكون لغة كتابه الكريم، فأعطى القرآن للغة العربية معنى أكبر من كونها لغة، والدعوة إلى القرآن هي التي تحمي الفصحى. وعلى هذا الأساس لولا القرآن ما كان فيها وما ينبغي لها لكلام غيره، إذ ليس في غيره ما يبلغ أن يكون حدا للكمال اللغوي في الفطرة، فيتعلق بمثل أثره في العرب وأحوالهم وتاريخهم، أو يقع من ذلك على مقدار مقسوم، أو يكون له فيه حق معلوم، فقوله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضهم ظهيرا. اللغة العربية هي لغة الوحي، والقرآن والوعاء والقالب الذي يحفظ ثقافة العرب وإبداعاتهم، فبهذا فهي أوسع أخواتها السامية ثروة في أصول الكلمات والمفردات، وأصبحت فيما بعد أعذب اللهجات العربية ألفاظاً وأشملها لجميع المعاني والتصورات، فأصبحت العنصر الرئيسي في البناء الثقافي والحضاري الذي رفعت الأمة صرحه عبر الزمان. الباقي من الوقت دقيقتان. نعم، فهذه السمات فالاهتمام بالعربية ونشرها، فهي اللغة المقدسة الثرية الغنية التي خاطبت فيها السماء والأرض، فهي لسان الروح وأرشيف الحضارة والتاريخ ومصدر عز للأمة، بحيث يكون الاعتزاز بها اعتزاز بالإسلام وتراثه الحضاري العظيم. فقد كسبت اللغة العربية بحكم وضعها الديني مكانة سامية بين اللغات الحية قديما وحديثا، والفضل في ذلك للقرآن الكريم الذي صانها من كيد كل عابد. إذن فهذه السمات المتتالية وغيرها من الميزات تضع اللغة العربية في مقدمة اللغات المعاصرة، وترشحها لأن تكون اللغة التي يبحث عنها علماء اللغة المحدثون.
وهذا بفضل القرآن الكريم وإعجازه العلمي والبياني. إذن نستطيع أن نعم، وهكذا يضاف إلى العامل الديني الذي إذن الذي حتم على العرب أن يتعلموا القرآن وينشروه بين الأمم، عامل آخر وهو الشعوب التي دخلت الإسلام بعد الفتح، حيث كان على ذلك الشعوب أن تتعلم القرآن ولغة القرآن، وبمجرد أن تعلمت العربية شعرت بأن من واجبها نحو الأمة الإسلامية أن تنقل إلى اللغة العربية التي أصبحت لجميع المسلمين ما هو مفيد من تراثها الحضاري القديم. ومن وذكر من هؤلاء ابن السكيت والهمذاني والحريري والجواريقي والثعالبي والخفاجي. جرم أن القرآن انتهى الوقت. نعم انتهى الوقت. نعم. شكرا شكرا وجزاكم الله خير الجزاء ووفقكم وسدد خطاكم. طيب شكرا جزيلا يا أستاذة. ونسافر الآن إلى العراق لنستمع مع المدخلة من أستاذ نور خليل علي من جامعة العين العراق تحت الموضوع دلالة النص الموازي في موامير يومية لعباس داخل حسن. يتفضل. مشكورا محمودا. أستاذ نور خليل علي هل أنت معنا؟ نستمر أولا يا أستاذ. نستمر أيوة. نذهب إلى العراق، ما زلنا في العراق بالموضوع المصطلحات المصطلحات الطبية الخاصة بكورونا دراسته في الأصل اللغوي. ومعنا ما شاء الله دكتور أنت في العراق الآن يا أستاذة. أيوة نحن جميعا في العراق الآن. نحن الآن في العراق ومعنا أستاذ دكتور بكر عبد الصالح مديرية تربية الأنبار العراق بالموضوع المصطلحات الطبية الخاصة بكورونا دراسة في الأصل اللغوي. ما شاء الله. تفضل يا أستاذ. لم يأتي كمان يا أستاذة. هل تدكين الباب يا أستاذة؟ يمكن لم يسمع. لم يسمع ويطردني. أو ما زالوا في الجامعة يمكن. إذا لابد أن نغادر. طيب. فنسافر الآن إلى الجزائر. الجزائر. طيب. بالموضوع أسلوب الحذف البلاغي في خاتمة سورة الأنعام دراسة دلالية بلاغية. ما شاء الله. لألا أستاذ سعاد مسعودة سايغي من جامعة الجزائر معنا. معذرة يا أستاذ إذا أخطأت في ذكر الاسم. السلام عليكم يا أستاذ سعاد. أستاذة سعاد هل أنت معنا؟ ندعو الأول أستاذة مع انتظارها. أستاذ محمد عبد الباسط هل أنت معنا الآن؟ ثم أستاذ بكر عبد الصالح من العراق. أستاذ بكر عبد الصالح من العراق وكذلك أستاذ سعاد مسعودة من الجزائر وأستاذ نور خليل كذلك الدور من الثاني إيراق. الدور الثاني فقط اثنان. فقط واحد. فقط واحد الذي يقدم المقالة. أيوة أستاذ محمد المتحدث واحد.
واحدة نعم. يعني. إذا نستمر إلى الدور الثالث. أيوة، لعل أستاذ دكتور إدريس بن خويا من جامعة أحمد درايا أدراري الجزائر معنا. نعم معكم، الحمد نعم لله، أهلا وسهلا بإندونيسيا، أو أهلا وسهلا في الجزائر يا أستاذ. كيف حالكم؟ تمام، الحمد لله، وكيف حالكم يا أستاذ؟ الحمد لله، تبارك الله، ما شاء الله. بارك الله فيك، ونحن مستعد باستماع البحث الدلالي في التراث الإسلامي، فليتفضل. مشكورا محمودا يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأستاذ إدريس بن خويا من جامعة أحمد داية أضرار، دولة الجزائر، هتسمعوني؟ نعم يا أستاذ، واضح. تفضل. هتسمعوني؟ نعم نعم نسمعكم نسمعكم، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، واضح أستاذ، صوتك واضح. السلام عليكم. ما في صوت. السلام عليكم يا أستاذ دكتور إدريس. نعم، لا نسمع صوتا. لا نسمع، ربما مشكلة بالشبكة يا هل أستاذة. هنا، هل موجود هنا أم خرج؟ أين هو؟ خرج كذا. نعم. خرج يا إذا أستاذ. نعم نستمر أولا ثم ندعو مرة أخرى بعد يا أستاذة. أيوة إن شاء الله. ومعنا أستاذ، إن شاء الله معنا أستاذ جولسان راشد لون. لا، أستاذ جولسان راشد بالموضوع الدراسة عن العلامة الزمخرشي نعم وتفسير السلام عليكم. الكشاف. أيوة زمخشري. نعم نعم معاك. زمخشري، ما شاء الله، تفسير كتاب تفسير كشاف. تفضلي تفضلي يا الكشافة. أستاذ الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وعليكم ورحمة الله السلام وبركاته. ورحمة الله. أنا جولشن رشيد من جامعة بابا غلام شباد شاه الهند، وموضوع بحثي هو الدراسة عن علامة الزمخشري وتفسير الكشاف. الآن أنا أتحدث مع أقدم أمامكم حول حياة الزمخشري أولا وجيزا، وبعد ذلك إن شاء الله وبعد ذلك إن شاء الله أنا يعني أتكلم معكم حول تفسير الكشاف. بسم أيوة، الله الرحمن ومعك الرحيم. ومعك 7 دقائق يا أستاذ. شكرا شكرا. أيوة. ولد أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي زمخشري يوم 24 من شهر رجب سنة 67 400 بزمخشر، ونشأ بزمخشر ودرس بها ما يدرس تالي ومنشيو، حيث كان هناك جماعة من العلماء خرجهم أكلين وخوارزم جمعوا بين علم العربية والأدب والعلوم والدينية علوم وعلوم الدينية. ولم تكن حياة زمخشري الشديد المضكي حتى يساعد له في بعض الأحيان أستاذه أبو المزر الذي لازم
الذي لازمه كثير وتأثر بمذهبه والبيئة التي عاش فيها الزمخشري تعتبر معهد للعلم الخوارزمي ومكة وبغداد وبخارى. وكان عزمه على حصول العلم من يقع البلاد العربية، ولهذا يقول: ووطأت كل تربة في أرض العرب، والأئمة الذين زاره وأخذ عنهم علم جعله بمقدره أساتذته الذين زارهم وأخذ منهم العلم وصار إمام الكبير في التفسير والحديث والنحو واللغة والعلم البيان. وكان بلا شك يدعى إمام أسره، ولكن جلال الله الأكبر شاهد لمجاورات البيت الله الحرام زمانا، وألف يجاور بيت الله كتابه بديء الاقتشاب في تفسير القرآن العزيز معجز وجدير بالذكر بأنه لم يصنف قبله ولا بعده مثله. وخير شاهد على ذلك ما يقوله عن الزمخشري نفسه: إن تفاسير في الدنيا بلا عدد، وليس فيها لأمر مثلك شافي. إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته، فجهل القدائي والكشاف كشافي. والآن أنا أتحدث معكم حول تفسير الكشاف، يعني ما هي تعريف الكشاف. إن الكشاف كان من أبرز مؤلفات الزمخشري، وأنه نال غزوة بين أهل العلم. بعد ذلك أنا يعني أتحدث معكم ما هي سبب تفسير الكشاف. لقد تردد الإمام الزمخشري بين الأقدام على تفسير القرآن والإحجام أنه أولا، ثم عزم على تأليفه حتى أخرجه للناس كتابا جامعا نافعا. وقد ورد في مقدمة الكتاب الكشاف ما يدل على ذلك وكشف عن السبب الذي حمله على التأليف تفسيره، هذا قال: ولقد رأيت إخواننا في الدين من أخاذ فئة نجية العدلية الجامعين بين العلم العربية والأصول الدينية، كلما رجعوا إلى تفسير الآيات فأبرزت لهم بعض الحقائق من الحجب الأفاز في استحسان والتعجب، واستثيروا شوقا إلى مصنف يزم أطرافا من ذلك، حتى اجتمعوا إلى مقترحين أن أملي عليهم الكشف عن حقائق التنزيل وأعين الأكاذيب في وجود التأويل. وأيضا في مقدمة تفسير الكشف أنه قد لبس أواما ثلاثة يألف كتابه هذا، وكان ذلك مشغلته مدة جواهر الثاني بمكة مكرمة، فقال: ووفق الله وسدد فبرغ منه بمقدار خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وكان يقدر في أكثر من 30 سنة. وما هي إلى آيات من آيات هذا البيت المحرم وبركة الأفزيد من بركات هذا الحرم المأزم. هذا من فضل الله ومنه أن يصير خروج الكتاب بتلك الصورة البلاغية التي تبرز فيها وجوه من إعجاز البلاغ في كتاب الله في مدة قهازي. خصائص تفسير الكشاف: سلوكه فيها يقصد أيساه ترك السؤال والجواب كثيرا، ويأنون سؤال القلمة فإن قلت يأنون جواب لكلمة قلت، وهكذا نجد الأئمة الذي تكلموا على إمام الزمخشري وعلى تفسيره من ناحية الاعتزالية قد أثنوا عليه من ناحية الأدبية والبلاغية واللغوية. خشوه للكتاب بالاعتزاليات حتى قال بلكيني أخرجت من الكشاف اعتزاليات بالمناقش. ولم يكن زمخشري من أهل الحديث ولا من متمكنين فيه، وهذا كان ظاهرا في تفسيره، وهذا أشار إليه المحدث أبو إسحاق حويني. الميزة بلاغية في تفسير الكشاف: لا يزال كتاب الزمخشري إلى يوم التفسير الوحيد الذي يعرج لبلاغ القرآن على نطاق واسع، كما لا يزال مستقى المفسر إذ يفسر. وهذا الذي أكد الفاز العاشور بن عاشور في كتاب الحيث رأي أن تفسير الكشاف فتح بابا كأنني مغلقا على بيان الوجه البلاغي المعجز في تراقيب القرآن، فقال: فأن فتح في هذا الموضوع الجليل باب كان مغلقا في أوجه متعاطي تفسير، وهو بيان الوجه البلاغي المعجز في كل تراقيب القرآن، وجعل ذلك الوجه ملاك المعاني مستفاد من التراقيب. والمتصفح لكتاب الكشاف يقف على ما أوره الزمخشري عند تفسير لكثير من الآيات من حروف الاستعراض المعجز والمجازات والإشغال البلاغية الأخرى، فيرى أن الإمام كان حريصا لكل حرص أن يبرز في حلة بديء جمال أسلوب القرآن وكمال نزمه. وقد صرخ الزمخشري بزور الإلمام بعلم المعاني والبيان قبل كل شيء
إلا من يريد أن يفسر القرآن في مقدمة التفسير فقال إن أملأ الألوم بما يغمر القراهية وأنا أنأسها بما يحبر الأباب والقواري من غرائب النقط يطلف مسكلها ومستودها مآت أسرار يدق سلكها. علم التفسير الذي يتم لتائيته وأجالة نظر فيه كل ذي علم إلى رجل قد برأ في علمين مختصين بالقرآن وهما علم المعاني وعلم البيان وتحمل في ارتيادهما أو آوينة وتعب في تكترف أنهما أزمة وتظهر في حاضرهم بلاغية في التفسير زمخشري من أولي الأمر عندما تكلم عن قوله تعالى هدى للمتقين. فبعد أن ذكر كل احتمالات التي تجوز في محل هذا مجملة من إعرابي نبنى على أن الواجب أن على مفسر الكلام الله تعالى أن يلتفت للمعاني ويحفظ عليها ويجعل ألفاظ بدعا لها. فقال ما نسه والذي هو أرسخ أرقا في البلاغة أن يضرب عن هذا المحال صفحا وأن يقال إن قوله ألف لام ميم جملة برأسها أو طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسها ذلك الكتاب جملة ثانية لا ريب جملة ثالثة وحدا للمتقين رابعة. وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغية والوقت إلا دقيقة يا أستاذ. نعم شكرا. وقد أصيب بالترتيبها مفصلا بلاغة وموجب حسن نظم حيث يجيء بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق وذلك لمجيئها متأخي أخذ بعضها بأنك بعض الثانية متحددة بالأولى معتكين لها وأهلهم جر إلى ثانية وأربعين. هذه ميزة تفصيل القشاف التي جعلته بالفعل صرفة لغوية بلاغية واستئين بها كل من يفسر بعده. شكرا جزيلا بحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا على مداخلته القيمة بارك الله فيه وفيما علمه. طيب والآن ربما نعود إلى إندونيسيا يا أستاذ هاني إلى بلادنا والآن سوف إذن ضيوفنا إلى بلادنا الآن. أيوة صح. إلى بلادنا أهلا وسهلا في إندونيسيا ومعنا الأخت نسوى إكريمة وإخوان نور رئيس دراسة العليا لقسم تعليم اللغة العربية بجامعة رادن ماس سعيد الإسلامية الحكومية بالموضوع دراسة نظرية علم الدلالة. هل أنتما معنا يا أختي نسوة إكريمة وإخوان الرئيس؟ نعم أستاذة. الحمد لله. فلتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصدقاء وصحيبي نسوة إكريمة من جامعة رادن ماس سعيد سوراكارتا بإندونيسيا سأقدم لكم تحت الموضوع دراسة نظرية عن علم الدلالة. طيب لا شك إن اللغة العربية هي اللغة الأعلى التي صالية ينطق بها الناس لتناوب والتبادل العلم والفهم وإنما هي من عوامل نهضة الثقافة في العالم ومعلوم أن اللغة العربية ينشر في الدول منهم المملكة العربية يمن أمن وغيرها وعلم الدلالة هناك هو علم الذي نجب أن نعلم لفهما معنى في اللغة العربية كمثل تولى في القرآن الكريم قال الله تعالى في سورة المائدة ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ومعنى يتولى هم قيام بطاعة الله ونصر رسوله ومؤمن. وقال الله تعالى أيضا في سورة طه إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى إما معنى تولى بأعرض
شيء. أما بالنسبة لمجلة علوم الدلالة إلى أربع مجلات فلها الصوتية وصرفية ونحوها ومعجمها. علوم الدلالة مهمة جدا لدراستنا اللغة العربية، والهدف الرئيسي من لغة من اللغة التي تصل إليه المراد والقصد من الكلام هي علم الدلالة. طيب، والآن نعرف ما هو علم الدلالة. علم الدلالة الشيء الأول شيء من دل وثاني والمدلول، كمثل السورة اللفظية شين جيم راء وتاء. الشكل الشجرة بكل أعضائها وأوراقها. وفي المصطلح إن المصطلح العلم الدلالة ثلاثة، الأول سمانتيك، ثاني سمانتيكوس، وثالث سمانتيك. وأحد علم الدلالة أحد من فروع علم اللغة أو لغويات أو لسانيات الذي يجب أن نعلم معنا. إذن العلم الدلالة هم لأنه يبحث في معنى الذي هو وظيفة رئيسية في اللغة العربية. طيب، والآن نخطو إلى أنواع علم الدلالة. الأول دلالة الصوتية. دلالة الصوتية يراد بدلالة الصوتية لأنها مستمدا من طبيعية بعض الأصوات. وإذا حدث صوت إبدالي أو إحلالي في كلمة الصوت بصوت الآخر في كلمة أخرى أدى ذلك إلى اختلاف الدلالة كل منها من الآخر عن الآخر. مثل في اختلاف الصوت كل وكل فإنهما مختلفان الدلالة أيضا. طيب، ونوع الثاني الدلالة النحوية. الدلالة الصرفية عفوا، الدلالة الصرفية إنها في مصطلح الأساسي هو مرفوم الذي يتصل بصيغة الكلمات ووظيفتها، وقد اتفق في تعريف أنه أصغر وحدة لغوية تدل معنى أو وظيفة صرفية أو نحوية، كمثل في كلمة صديق وصادق أنهما مختلفان في دلالة ومعنى. وثالث علم الدلالة النحوية. قد حصلت هذه الدلالة من استخدام الألفاظ أو صور كلامية في جملة المكتوبة أو منطوقة على المستوى تحليلي أو تركيبي، كمثل كتب درس، فهذه جملة تمثل تركيب صحتي، أما تركيب أميك هو كتب الولد الدرس. طيب، والآخر أنواع علم الدلالة هو دلالة المعجمية أو لكسيكولوجي. إنها التي تكشف كلمات في كل لغة وتشكل قطاعا عريضا وأساسيا من علوم المعجم أو لكسيكولوجي، كمثل الحب بمعنى الولد، الحواء أو الودود. يمكن هكذا منا. شكرا على حسن اهتمامكم، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. يا أستاذة هاني، أستاذة نعم هاني. نعم يا أستاذة. معنا الآن أستاذ عبد الرحمن الحاج الذي له الفرصة لإلقاء المداخلة بالأمس. نعم، ولكن سوف نعطي الفرصة في الأخير لأن عندنا الاستمرار من هذا لم ننتهي. أيوة.
فلذلك لأستاذ عبد الرحمن انتظر دورك في الأخير إن شاء الله سندعوك. طيب شكرا جزيلا للمتحدث من إندونيسيا. والآن نذهب إلى الجزائر مرة أخرى بالموضوع تعدد اللهجات بين العامي والفصيح، اللهجة التواتية الجزائرية أنموذجا، من دكتورة بختة تاحي والدكتورة شروق دحماني من جامعة حسيبة بن بعلاء الشلف الجزائر، وجامعة أحمد زبانة الجزائر. طيب هل أنتما معنا يا دكتورة؟ السلام عليكم يا دكتورة بختة. نستمر إذن. نستمر. نستمر إلى مصر. ما شاء الله. معنا أستاذ دكتور أحمد محمد عبد القادر عبد السلام. ما شاء الله. هل معنا أستاذ أحمد؟ هل معنا أستاذ؟ قبل أن نقرأ العنوان إلى آخره. طيب. لضيق الوقت. نعم. هل أستاذ أحمد محمد معنا من مصر؟ استمر يا أستاذة نور بعدها. نستمر. دكتورة. دكتورة. فاطمة. براهيمي فاطمة. فاطمة. براهيمي فاطمة اسم اللغة العربية. هل معنا بها؟ من الجزائر. ألو. ألو. الحمد لله. السلام عليكم يا أستاذة. وعليكم السلام ورحمة الله. مع من أتحدث؟ مع الدكتورة إبراهيم فاطمة. الحمد لله. طيب. الحمد لله. سوف أيوة نحن سنستمع عن تحليل الخطاب السردي الجزائري رواية ماذا؟ فضل الليل على النهار لياسمين خضرة. ياسمين خضرة. نعم. أيوة تفضلي نعم. يا أستاذة نعم. دكتورة نعم شكرا جزيلا لكم. أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. تحية طيبة في هذه الأسبوحة المباركة. تحية لحضرتكم يعني لكل الحاضرين والمحضرين والمحاضرين معنا في هذا المؤتمر العلمي الراقي. عنوان أو قبل ذلك دكتورة إبراهيم فاطمة من قسم اللغة العربية وأدبها كلية الآداب واللغات والفنون جامعة جلال اليابس سيدي بالعباس الجزائر، تخصص نقد أدبي عربي حديث ومعاصر. عنوان مداخلتي تحليل الخطاب السردي الجزائري رواية فضل الليل على النهار ياسمينة خضرة. وكبداية لمداخلتي، تشكل الرواية أبرز الأشكال السردية حضوراً وتميزاً، فقد مرت بعدة مراحل قبل أن تصل إلى مرحلة النضج والاكتمال. لم تكن الرواية الجزائرية بمنأى عن هذا الحضور والتحول، خصوصاً الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية والمترجمة إلى اللغة العربية. ويرجع سبب اختياري لهذا الموضوع إلى معرفة تحول الخطاب السردي الجزائري، وما هي الإضافة التي أضافتها الرواية المترجمة إلى اللغة العربية إلى الجزائرية. ويهدف بحثنا إلى الوقوف على تحليل الخطاب السردي في هذه الرواية الجزائرية المعاصرة. ومن أهم الروائيين الذين تم اختيارهم للدراسة ياسمينة خضرة في روايته المعنونة بفضل الليل على النهار. فوقفنا على بعض الآليات أو تم الاعتماد على المنهج التحليلي الوصفي، ناهيك عن بعض الآليات الإجرائية المشكلة للبناء السردي، منها عتبة العنوان، الشخصيات، الزمان، المكان، وبنية الحدث. ونظرا لضيق الوقت سوف نقتصر على بعض النقاط أو أبرز النقاط في هذا الموضوع. فللإشارة ياسمينة خضرة هو ليس اسم الروائي، فهو اسم الأستعار لزوجته التي كان يكتب من خلالها، وهو اسمه الحقيقي وهو محمد مرتبول. فهذه الرواية كانت منعرجا حاسما في تحول العديد من المسارات
في تاريخ الرواية الجزائرية انطلاقا من أنها تضم حدثين مهمين، الأول يتعلق بالثورة الجزائرية والثاني يتعلق بالعشرية السوداء أو سنوات الجمر أو غيرها من التسميات التي عرفتها هذه أو عرفتها الجزائر عموما. فوقفت فيه من خلال بحثي على مجموعة عناصر تتعلق أولا بالعنوان، أو يعد غلاف الرواية من العتبات الرئيسية للولوج إلى النصي، وهو المرشد لجمهور المتلقين، فهو يحمل دلالات كثيرة تساهم في بلورة أفق انتظاره وتشكله، فلا يمكن إغفال لوحة الغلاف والعنوان والإهداء والبداية والافتتاحية، ناهيك عن التقديم والعناوين الداخلية التي تشكل أبواب أو فصول الرواية. فتمثل لوحة الغلاف رواية فضل الليل على النهار البوابة إلى معالم النصي ومدارسته، وهو للروائي الجزائري المغترب ياسمينة خضرة، فتشير إلى جلوس شخص قبالة الشروق أو غروب الشمس الذي يبدأ بسنوات بسواد غامق ليبدأ بتدرج اللون نحو الأحمر ثم البرتقالي إلى البني إلى الأصفر ليصل إلى دائرة بيضاء مضاءة. فذلك التدرج اللوني هو عبارة عن خطاب أراد أن يوصله الروائي من خلال ما عاشته الجزائر من ثورة تحريرية عانتها من طرف المستعمر الفرنسي الذي نكل واغتصب الأرض ونهب الثروات جميعها لينتهي باستقلال الجزائر، لتعود مرحلة أخرى من تاريخ الجزائر وهي العشرية السوداء أو ما عاشته من إرهاب، يعني أكثر ما يقال عنه أنه يعني أكثر بشاعة وأكثر فظاعة، فاغتصب ونكل وحتى أنه قام بسرقة أشياء كثيرة من الأفراد، ويعني لم يرحم لا صغير ولا كبير. فالخطاب السردي الذي أراد أن يوصله ياسمينة خضرة من خلال شخصيات كثيرة، فأبرزها شخصية يونس الذي كان يعيش الفقر المدقع بسبب الاستعمار في مرحلة معينة. دقيقتان من الوقت، دقيقتان لك، يعني لم أقول كل شيء. نعم شكرا أستاذة. فالشخصيات المتنوعة بين الشخصيات النامية المتطورة فيها جوناس وجون كريستوف العدائي الفرنسي. جوناس هو يونس الجزائري الذي يحاول أن يقاوم هذا الفرنسي جون كريستوف، غيرها من الشخصيات التي كانت تمثل صداقة من جهة مع هذا المستعمر الفرنسي و عداوة من جهة أخرى، إضافة إلى عناصر أخرى، أن الأمكنة التي اختارها هذا الروائي فهي أمكنة يعني متنوعة تدل على الفقر المدقع. أين اختارها الشاب جوناس الانتقال إلى حياة أخرى والتعامل مع عقلية مختلفة من خلال عمه الذي أراد أن يدخله إلى مدرسة أجنبية فرنسية للتعليم، لكن الشاب يعني يجد نفسه في دوامة من الاغتراب وانشطار وتمزق هويته وذاته. أما الأزمنة فالأزمنة مختلفة، زمنين يعني والأزمنة كثيرة بين الاستباق والاستذكار. فالزمن الذي يعني ركز عليه الروائي هو زمن أو فترة الاستعمارية من جهة تتعلق بالثورة الجزائرية، وزمن العشرية السوداء. إضافة إلى عنصر آخر وهو أو سأختم يعني أنه ما يلاحظ من خلال ما سبق ذكره أن تجسيد الخطاب السردي في الثورة التحريرية المظفرة، كذلك تبلور إشكالية هوية الذات بين يونس الجزائري وجوناس المغترب في وطنه، كذلك أنه هذا الخطاب السردي يبرز تواطؤ مع المحتل من جهة وأخرى محاربة والقضاء عليه، كما أن عنوان الرواية أفرز تأزم الوضع ثم الانفراج بين الليل والنهار. فالخطاب الذي اختاره الروائي ياسمينة خضرة هو خطاب ما بعد الكولونيالي، حاول أن يخلق جو من التعايش بين الفكرين والعقيدتين، لكنه في النهاية لم يتحقق لأن عقدة الاستعمار تبقى دائما ماثلة
يعني حتى لو كتب بلغة الآخر فأن المعاناة دائما تقف حيال هذا المستعمر الذي حاول أن يرسخ مبادئه وقوانينه على المجتمع الجزائري وغيرها من الأمور التي يعني ما زالت الثورة الجزائرية يعني حافلة بما قدمها الثوار من تضحيات جسام. ودون أن أطيل وشكرا لكم جزيلا على إتاحة هذه الفرصة وتمنياتي لكم بكل التوفيق والنجاح إن شاء الله، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا يا دكتورة فاطمة التي تحدثت عن تحليل الخطاب السردي، فيمكن للجميع بعد القراءة لمقالتها في كتاب المؤتمر. نعم أيها الحضور الكريم، ندعو مرة أخرى الدكتور محمد عبد الباسط من الهند. هل أنتم معنا؟ نعم. الآن أستاذ نور خليل علي من العراق، هل أنتم معنا؟ جامعة العين العراق، هل أنتم معنا؟ ثم أستاذ بكر عبد الصالح من العراق كذلك، هل حضرتكم معنا؟ أيوة. ثم أستاذة سعاد مسعودة من الجزائر، من الجزائر. نحن إلى أستاذ دكتور إدريس بن خويا، جامعة أحمد دارية أترار الجزائر. نعم نعم معكم. نعم نعم. أوه خلاص أنتم أنفا. نعم نعم انتهيتم من الإلقاء. نعم نعم الحمد لله. نعم, نعم. الآن نستمر إلى الدكتورة بختة ناجي من الجزائر كذلك، هل معنا؟ الذي سوف تتكلم عن تعدد اللهجات بين العام بين العصر والفصيح. نعم سلام معنا عليكم. وعليكم السلام عليكم. وعليكم معكم السلام معكم أستاذة سعاد مسعودة صيغي من جامعة الجزائر. نعم هذا السؤال. نعم اهلا اهلا ومرحبا. اتشرف تفضلي بكم. شكرا. تفضلي لإلقاء المداخله عن اسلوب الحذف البلاغي. صح نعم انا نعم. في اسلوب الحذف البلاغي في خاتمه سوره الانعام دراسه بلاغيه دلالية. أولاً معكم الأستاذة سعاد مسعودة صيغي من جامعة الجزائر تنين، أتشرف بكم وأتشرف بكل الحضور. عمتم صباحاً وعمتم جمالاً وتألقاً وطاقة وإيجابية. سنتحدث اليوم عن أسلوب الحذف في خاتمة سورة الأنعام. قبل ذلك سأتحدث عن أسلوب الحذف بعجالة. فالحذف هو يدخل في إطار الإيجازي ويدخل وهو في أصلا في اللغة العربية يدور حول ثلاثة معاني. المعاني الثلاثة هي القطف والقطع والإسقاط. ثم سنتحدث عن النحات. هو تخلي عن مجموعة من العناصر في الجملة. ثم سنتحدث عنه عند البلاغيين ويدخل في إطار الإيجاز بالحذف وفي علوم المعاني، حيث قال عنه الجرجاني أنه باب دقيق المسلك لطيف المأخذ عجيب الأمر شبيه بسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر. ثم سنتحدث عن أنواع الحذف وهي أربعة أنواع: الاقتطاع والاكتفاء والاحتباك والاختزال، وسيجد الجميع كل هذه في كتاب المؤتمر.
سنتحدث كذلك عن فوائد الحذف، منها الإيجاز والتفخيم والإعظام والتخفيف وزيادة لذة السمع وصيانة اللسان عن ذكره تحقيرا له والجهل بالمحذوف والاتساع وما إلى ذلك. حديثنا سيكون عن خاتمة سورة العام، ولما نقول خاتمة السورة معناها نهايتها ولبها وخلاصتها، وسورة الأنعام هي سورة مكية بالاتفاق، وخاتمتها تقع في 4 آيات كريمات من قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إلى قوله عز وجل: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وردت فيها محذوفات عديدة، منها الحروف والكلمات. فالحروف حذفت منها 4 أحرف، منها أحرف حرفان للمبنى وحرفان للمعنى، وكل غرض والغرضان يدوران في التخفيف. ثم حذفت من خاتمة الأنعام الكلمات، منها الفعل والفاعل والحال والأخبار، والأخبار منها خبر مبتدأ وخبر إن وخبر لا النافية للجنس والمضاف إليه والعائد. سأعطي مثالا فقط عن حذف الفعل في قوله تعالى: قل أغير الله أبغي ربا، وغير مفعول به منصوب بفعل محذوف يفسره المذكور بتقدير أبغي غير الله، بمعنى تريدون أن أتخذ ربا غير الله تعالى. ثم كل الذي نريد أن نقوله أن هذه المحذوفات من الأسماء كلها دارت حول عدة فوائد، من أهم هذه الفوائد التخفيف، ومن أهمها أن هذه ومن أهمها الإيجاز والاختصار والعلم بالمحذوف والإزدراء والاتساع والمجاز. في هذه العجالة لكي لا أخذ وقتا كبيرا من الحاضرين، وسيطلعون كلهم على ما في المداخلة، يمكن أن نقول أننا في آخر هذه الورقة البحثية لابد لنا من التنويه أنه من الضروري على من يرغب في مواصلة درب البحث في ظاهرة الحذف البلاغي أن هناك أفاقا كثيرة تبدو غير بعيدة عن هذه الدراسة، منها النظر في الظاهرة في آية سور أخرى واستنباط أهم فوائد البلاغية، ونظر من جهة أخرى في الظاهرة نفسها في الحديث النبوي الشريف لتظهر مزاياها في أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وربما أخذ آيات من القرآن الكريم وبعض من الأحاديث التي فسرت الآيات، ومحاولة دراسة الظاهرة في كلتا المدونتين والمقارنة بين الفوائد وبين الفوائد بينها وبين بعض. أختي فاضلة أستاذتي الدكتورة، بهذا أكون قد قدمت ملخصا بسيطا عن مداخلتي، وكل من يريد الإطلاع عليها سيجدها في كتاب المؤتمر. أجدد ترحيبي بالجميع، وأنا سعيدة جدا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، مداخلة قيمة ممتازة وعرض جميل، وسوف نطلع بعده في كتاب المؤتمر. شكرا جزيلا عزيزتي من الجزائر. والآن ندعو الدكتورة بختة تامي من الجزائر كذلك. هل هي معنا؟ هل حضرتها معنا الدكتورة بختة من الجزائر؟ هل معنا؟ نعم معكم طبعا. نعم الحمد لله. تفضلي يا أستاذة. سوف تبحثي عن تعدد اللهجات. نعم. بين العامي والفصيح. تفضلي يا دكتورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، بداية أقدم شكري وتقديري لهذه الجهود الجبارة التي قمتم بها، وهذه المواضيع التي طرحتمها في هذا المؤتمر.
مداخلتي كانت مع دكتورة بختة ساحي حول تعدد اللهجات بين العامي والفصيح، واخترنا نموذجا للهجة التوتية الجزائرية كنموذج لإيضاح هذا الموضوع وطرحه على مائدة هذا البحث يكون دسما إن شاء الله. كما هو متعارف عليه أن هناك فروق عديدة بين اللهجة والفصحى، فاللهجة لها مستوياتها الاستعمالية في الحياة اليومية طبعا، تختلف من منطقة إلى أخرى، بينما الفصحى أيضا لها مجالاتها في الخطابات الرسمية وكذا الميادين التعليمية. وبشكل رسمي هذا ما سنطرحه على طاولة هذا البحث. واخترنا اللهجة التواتية اللهجة التواتية الخاصة ببلدنا الجزائر، دارسين بعض الأمثال والحكم لهجتها التي كانت لها صدى وتأطير في الجانب الاجتماعي، واحتلت مكانة راقية في الشعوب، في قلوب وعقول الشعوب الجزائرية وكذا العربية. كما غيرت نمط الحياة اليومية في أغلب الميادين لتحكيس اختراعات الإنسان ربما النت ضعيف عن ما لذلك أنا نعرض طبعا عليكم بعض الحكم الخاصة ببلدنا. هل انتهيت يا عزيزتي؟ ليس بعد. بعض الحكام مثلا الخط العمياء للكحول، طبعا هذا مثل جزائري وحكمة شعبية جزائرية تخص لهجتنا في الجزائر، لها انعكاس اجتماعي يعكس التصرفات الشعبية طبعا، وكغيرها من الأمثال الأشعبية. بخلاصة القول أن التعدد اللهجات بين العامي والفصيح من المواضيع الجد مهمة في جانب اللسانيات، جانب اللسانيات ككل. واختيارنا للهجة التواتية ربما لأنها كانت أقرب للفصحى، للعربية الفصحى. حتى في الجانب التلفظي هناك بعض التغييرات في لهجاتهم لكنها قريبة للفصحى. مثلا في كلمة مثلا إذا قلنا صدق الله العظيم، في اللهجة التواتية يقول صدق الله العظيم، يعني هناك تبادل صوتي بين حرف الضاد ضاء وحرف الزاي.
لكن في لهجتهم قريبة جدا للفصحى، وواضح أن اللهجة التوتية خاصة بالجنوب الجنوب الجزائري أي في الصحراء قريبة جدا للفصحى ومعبرة أكثر لتعكس ما في عقول وقلوب الشعب الجزائري. نتمنى أن نكون قد وفينا في هذه المداخلة، وإن شاء الله تنال إعجابكم، لكم منا كل الشكر والتقدير. شكرا جزيلا عزيزتي على الأداء الجميل. ونخطو الآن إلى المتحدث التالي. نعم، المتحدث التالي اليوم وبعد ذلك المتحدث في اليوم الماضي. نعم، ندعو مرة أخرى محمد عبد الباسط. هل سعادته معنا؟ ثم بعد ذلك أستاذ نور حلول، نور خليل علي، أستاذ نور خليل علي من العراق. أستاذ محمد عبد الباسط معنا؟ لا. ثم أستاذ نور خليل علي من العراق. ثم أستاذ بكر. السلام عليكم. أستاذ بكر. أستاذ من معنا الآن؟ نعم، أستاذ عبد القادر. أحمد محمد عبد القادر. عبد القادر محمد عبد القادر. لا، هنا الاستمرار أستاذ بكر عبد صالح من العراق لا يوجد. نستمر إلى أستاذنا. أنا أريد أن أقول شيئا يعني. نعم. عرضت بحث. نعم نستمر أولا. نعم نستمر أولا. معذرة. أستاذ دكتور إدريس هل أنتم معنا؟ هل حضرتكم معنا يا أستاذ؟ أستاذ دكتور إدريس. نعم أستاذ دكتور إدريس لا يوجد. ثم بعد ذلك نستمر إلى أستاذ أحمد محمد عبد القادر عبد السلام. يا أستاذ أحمد محمد عبد القادر ما زال موت. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا أهلا. أنا عرضت البحث بالأمس، عرضت بحثي بالأمس. عن مات الصورة السيرية في ديوان. هل أنت هل هذا العنوان؟ نعم لبحثي؟ نعم، أنا عرضت بحثي بالأمس. خلاص عرضتم في أي قاعة؟ نعم أنا عرضت بحثي بالأمس ولكن تأتيه مقطع في دليل. مقطع يعني اسمي موجود في اليوم الأول وفي اليوم الثاني. وقد عرضتم بالأمس في أي قاعة؟ هل في هذه القاعة؟ هو نفس أخرى؟ هو البحث نفسه. نعم عرضته بالأمس. لا في هذه لا في قاعة لا أذكر والله، ولكن يمكن أن أنظر في الدليل الآن وأخبركم. أو نعم، إذن يكفيكم، إذن يكفيكم بالأمس. نعم شكرا جزيلا. والآن سوف ندعو المتحدث. جزاكم الله خير. نعم بارك الله فيكم، فرصة سعيدة. نعم ثم الآن نذكر المتحدث بالأمس الدكتور نور فائزين. هل حضرتكم معنا يا دكتور؟ حاضر أستاذ. نعم تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا على هذا الوقت الثمين لمديرة البرنامج أستاذة دكتورة هاني محلية الصحة وأستاذة أنيسة
وكذلك جميع الأساتذة والدكاترة المفضلون في هذه القاعة المبجلة. نحن في هذه فرصة سأعرض أنا سأفتح أولا مقالتي أنا هذا الموضوع قدمته لهذا المؤتمر والحمد لله وصل إلي خطاب القبول. كان عنوان هذه المقالة هي العلاقة المنهج البنيوي أو ما نسميه ب structuralism و أولاً أنا أعرف نفسي، أنا اسمي نور فايزن وهذا البحث أيضاً لزملائي. أيضاً أنا من أعضاء التدريس من جامعة مالان الحكومية. أما أن هذه المقالة فخلفية البحث أن هناك نزعتان أو هناك يعني ماذا فكرتان قد يعرض عليهما تخالف وتضاد بين هذه النزعة بين هاتين النزعتين. أن أسمي هذه النزعة الأولى هي أن هناك نزعة أو ما نسميه بمدرسة البنيوية، حيث يعني ألهمت هذه المدرسة المفكرين سواء كان المسلمين وغير المسلمين إلى في هذه العصور المتأخرة إلى أن يجعلوا أو يحملوا هذه الفكرة هذه النزعة إلى ماذا مجال دراسة القرآن التي هي إلى مجال دراسة القرآن الذي هو باللغة العربية. يعني يعني كيف يعني السؤال في هذه في هذا البحث أو في هذه الورقة، يعني ماذا حدث لو نأتي بها بنزعة البنيوية إلى دراسة القرآن الكريم أو دراسة القضايا المتعلقة بالقرآن الكريم أو نسميه بالوحي الإلهي؟ هذه هي الأسئلة نريد أن نتوصل إلى جوابها. وقد استعملت في هذا البحث منهجا علميا للوصول إلى النتائج، وهذه الطريقة هي الطريقة ما نسمي بالنوعية والوصفية. الوصفية والنوعية يعني الباحث فيه يقوم مقام المحلل في نفس الوقت. وقد توصل هذا البحث إلى أن هناك مشكلة في تطبيق أو حمل هذه النزعة إلى دراسة دراسة القرآن. وقبل ذلك نريد أن نشرح قليلا عن مفهوم البنيوية، مفهوم طيب معذرة، وقد
وقد توصلت هذه وقبل أن نعرض ماذا وقبل أن نعرض ماذا النتائج نريد أن نعرض أيضا المشكلة عندما نحمل هذه النسأة أو هذه المدرسة لدراسة القرآن، وهي أن هناك يعني مشكلة عندما ما هي المشكلة؟ هي المشكلة هي أن عندما نقول في قضية الوحي بأن هناك ماذا الوحي والقرآن أو المصحف والقرآن، ونقول بأن الباقي من الوقت دقيقتان يا أستاذ. طيب عندما نحمل هذه الناس أو هذه المدرسة لدراسة القرآن ونقول لابد أن نفرق بين دراسة الوحي الإلهي ودراسة القرآن كنص من النصوص اللغوية، والمشكلة تحدث عندما يضبط يعني أن الوحي يساوي ما يسمى ببارال أو المصحف القرآن كنص من النصوص ثم يعني يساوي في المدرسة البنيوية بلامس. هذا التطبيق يأتي إلى أن نفرق بين الوحي والقرآن نفسه، يعني لابد أن نفرق ذلك، مع أن هناك معتقدات بين المسلمين والمجتمع الإسلامي أن القرآن هو الوحي نفسه، يعني لا يجوز تفريق بينهما، يعني ممنوع أن ندرس القرآن كنص وفي نفس الوقت وفي وقت آخر ندرسه كوحي، يعني لابد أن ندرسه مع بعض. هذه هي معتقد من المعتقدات المنتشر بين المسلمين، ولذلك لابد أن نعم وقد ولذلك نصل إلى المدى الختام، وهي أنه لابد أن يوضع القرآن في مكانه في موضعه، وهو كونه وحيا من الله سبحانه وتعالى. شكرا على هذا العرض، أرجو أن يكون عرضا مفهوما، ونشكركم جميعا على استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أستاذنا الفاضل. ندعو الآن الأستاذ الدكتور إدريس بن خويا من الجزائر. هل حضرتكم معنا يا أستاذ؟ أستاذ إدريس؟ نعم تفضل يا أستاذ. يمكن الجهاز أن تطفئ واحد من الجهاز الميكروفون. خلاص تفضل. شكرا. تفضل. السلام عليكم. واضح. تفضل. لا نسمع. لم نسمع أستاذنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان هناك مشكلة. يا أخي ريكو كيف الطريقة؟ ألو. نعم. تفضل. تفضل. واضح الآن. تسمعني؟ نعم واضح الآن. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشكر القائمين على هذا المؤتمر. المتحدث إدريس بن خويا من جامعة أدرار دولة الجزائر، تخصص اللسانيات. عنوان المداخلة البحث الدلالي في التراث الإسلامي العربي الإسلامي.
كخلاصة للورقة المقدمة لهذا البحث، حاولت أن أقف على الجهود الدلالية لعلمائنا العرب القدامى، وكما لا يخفى على المستمعين أن أولى إرهاصات الدراسة اللغوية هو منذ نزول القرآن الكريم، القرآن الكريم، حيث كانت البحوث متجهة لخدمة هذا النص القرآن الكريم، فكان اهتمام به أيما اهتمام من أجل الوقوف على فهم ألفاظه وأسراره ومضامينه، ومن ثم تتسارعت إلى ذلك عدة علوم لأجل دراسته، منها علم التفسير، علم اللغة، علم البلاغة، أصول الفقه، باعتبار أن الدلالة لم تكن محصورة عند اللغويين فحسب، وإنما اشتغل بها كل من حاول الوقوف على ثنائية اللفظ معنا، وكل من كان يتكلم بهذا اللسان العربي. كما أن جهود العرب القدامى في هذا ذلك شأن الدارسين المحدثين سواء كانوا عربا أم غربيين، وإن كانت جهود مبكرة إلا أنها حاولت قدر الإمكان إرساء معالم علم الدلالة، باعتبار أنه لم يحدث كعلم له ضوابط أسس إلا مع بدايات الدراسة اللغوية الحديثة. ولكن الشيء الذي لا بد من قوله هو أن معالمه الأولى ولبناته الأساسية لم تبزغ إلا عند دارسين عرب قدامى، وأن القارئ لما يحاول الاطلاع على مؤلفات القدامى يجد بلا شك المعارف الدلالية ما لا تعد ولا تحصى، منها ما هو مستقل كقضايا دلالية متفردة، ومنها ما هو غير مستقل كتداخل الدلالة مع علوم لغوية أخرى كعلم الصوت والصرف والنحو. وكل ذلك راجع إلى أن الدلالة حاضرة حضور إلزامي ضمن تلك الجوانب اللغوية السابقة للذكر، بل يمكن أن يقول إن الدلالة هي قمة الدراسات اللغوية حسب رأي الدارسين المختصين. ونجد من بين تلك العلوم التي تسارعت إلى دراسة نسخ القرآن الكريم من علم أصول الفقه، الذي شهد على ذلك أن الباحث مطلع على مؤلفات الأصوليين القدامى سيجد بلا شك أن كل كتاب منهم لا يخلو عن ذكر القضايا الدلالية، مبتدئين كتبهم بما يعرف بالمبادئ اللغوية، لأنهم كانوا على دراية تامة بين الأصولي قبل محاولته وضع قواعد أصول الفقه لابد عليه من التفقه في الجانب اللغوي أولا، باعتبارها الركيزة الأساسية لمن يحاول التعامل مع النص القرآني والسني في مجال استنباط الأحكام الشرعية. كذلك بأن الأصوليين عرفنا من خلالهم جهود دلالية والدراسة الدلالية حيث التنظير وكذلك التطبيق، كذلك أن الدلالة كذلك لم تكن فقط عند الأصوليين، وإنما اهتم بها علماء البلاغة منهم الجرجاني وكذلك السكاكي وكذلك الجاحظ من خلال كتاب بيان التبيين، وجرجاني من خلال كتابه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز وغيره من علماء البلاغيين. كذلك أن الدلالة امتدت إلى دراسة مفسرين القرآن الكريم، بحيث أن علماء التفسير لم يكن همهم فقط هو تفسير نص القرآن الكريم، وإنما كذلك كان همهم هو استنباط وتوظيف القضايا اللغوية والدلالية في الوصول إلى فهم النص القرآني الكريم. ولذلك وجدنا العديد من القضايا الدلالية التي تناولوها ضمن محاولاتهم في تفسير نص القرآن الكريم. كذلك علماء المنطق لهم حضور كبير في مجال الدلالة، منهم ابن سينا والفارابي والغزالي وغيرهم من العلماء في هذا المجال، ألفوا لنا كتب في مجال المنطق، ولكنهم كذلك لم يهملوا الجانب الدلالي وأعطوه حيز كبير من الدراسة وكذلك البحث. كذلك إضافة إلى علماء المنطق نجد علماء الفلاسفة أيضا حضروا في هذا المجال، وعلماء اللغة كذلك لما تناولوا القضايا اللغوية والقضايا الصرفية والقضايا الصوتية تناولوها من جانب الدلالي، بحيث أن لما تناولوا علم التراكيب وعلم النحو ربطوه بالدلالة، ولما تناولوا قضايا صوتية وقضايا صرفية كذلك ربطوها بجانب ميزان الدلالي أو ما يسمعنا الآن بالدلالة الصوتية أو الدلالة الصرفية. كذلك من بين القضايا الدلالية التي عنا بها علماء القدامى رحمة الله عليهم منها ما يسمى عندنا الآن بالترادف، منها كذلك المشترك اللفظي، ومنها كذلك التضاد، منها ما يسمى عندنا الآن بالنظريات الدلالية الحديثة وهي السياقية والإشارية والحقول الدلالية والسلوكية وغيرها من التولدية التحويلية. لذلك فإن هذه النظريات اللسانية الدلالية على الرغم من أن منطلقها الأساسية هي منطلق حدثي لساني حديث، ولكن اللبنة الأساسية نجدها كذلك منطلقة من التراث العربي القديم. هذه بعض النقاط التي حاولت الوقوف عندها بجانب بشيء من الإيجاز والتفسير إن شاء الله تسجيله إن شاء الله في المداخلة، وأشكر القائمين على تنظيم هذا المؤتمر، وأشكر كذلك المستمعين لهذه المداخلة، وتحياتي الخالصة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله مداخلة قيمة، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. الآن نحن إلى المتحدث التالي.
أستاذ عبد الرحمن الحاج، هل أنتم معنا يا أستاذ؟ نعم، تفضل يا أستاذ عبد الرحمن. أتسمعونني؟ نعم نسمعك جيدا، تفضل يا. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوتي الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أولاً أعرف، أولاً أستسمحكم عذراً على هذا الفن. أولاً أنا أخوكم في الله عبد الرحمن الحاج حمانتكور. عبد الرحمن الحاج حمانتكور، وبحثي هو حول علم الدلالة، دلالات بيانية في ديوان سيد قطب، وعمل مدرساً في المعهد العالي لإعداد المعلمين في جامعة مروة جمهورية الكاميرون. تحية طيبة مرة أخرى. إذن تحياتي للجميع، لجميع الذين شاركوا في هذا المؤتمر الهام جدا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، إن هذا البحث يتناول دلالات علم البيان متخذا من ديوان سيد قطب قاعدة للدراسة والتطبيق. واختار هذا الموضوع، تم اختيار هذا الموضوع، واختياره أصلا كان لجدته نظريا وتطبيقيا، وكل جديد مرغوب. فعلم الدلالة جديد نسبيا، والشعر سيد قطب فيه كثير من الجديد كذلك. والهدف من الدراسة هو التوصل إلى ما يختبع خلف النصوص الشعرية من قيم جمالية، وما يجعل الكاتب يختار أساليبه الكلامية ومفرداته اللغوية. هذا ما دفع الباحث للدراسة، لدراسة بعض الدلالات البيانية لدى سيد قطب، وإبراز أبعادها السياسية والاجتماعية والإنسانية والنفسية، بما يشير إلى أهمية الوظيفة التي يقوم بها البيان في بناء الأعمال الشعرية الهادفة، راجيا من الله سبحانه وتعالى العون والسداد. ولهذا البحث أسئلة، ثلاثة أسئلة هامة جدا. الأول هو: هل حظيت أعمال سيد قطب الشعرية بدراسة موسعة؟ وهل تبنى العنف أصلا أو يراه مسيرة ناجحة في طريق العمل السياسي؟ وما أبعاد الدلالية الشعرية والخبايا الذهنية التي انعكست في الشعر؟ يحاول الباحث إلى التعرف إلى شخصية سيد قطب الأدبية، وبعيدا عن التعصب للرجل أو لفكره، وبعيدا أيضا عن التهيج الفارغ ضده والنقد غير الموضوعي لشخصه. هذا واجب العلم ومهمة أهله، إذ بقي أدبه الشعري والنثري قبل الظلال بعيدا نسبيا عن دائرة الضوء، على الرغم من امتلاكه مقومات بيانية خصبة تكفل له وجودا حيا في المشهد الثقافي، وذلك بسبب محنته المعروفة من جهة، وبسبب اهتمام الدراسات النقدية غالبا بأسماء معينة دون غيرها. وللبحث أهمية أيضا. أولا، تكمن أهمية هذا البحث في أن يضيف هذا الجهد شيئا جديدا للدراسات التي تناولت يعني أعماله الشعرية، ولكن من جانب علم الدلالة البلاغية، وتحديدا في علم البيان. ثانيا، إن تناول مجموعة الأعمال الشعرية من الموضوع البلاغي يمهد للدارس سعة، يعني دراسة موسعة في هذا المجال. إن موضوع علم البيان جدير بالبحث والدرس بمفارقته لعلم المعاني والبديع، وفائدته في إنشاء الشعر وأثره في بلاغة الكلام، ويتغلغل في معظم أبواب بقواعده. لذا فهو في حاجة إلى دراسة تطبيقية منظمة لمعرفة الطرق التي تؤدي إلى المعنى وتكشف عن مضمونه.
والمراد منه بأوضح ظلال وتضعه في صورة جديدة تبرز قيمته في بناء الأعمال الأدبية الكاملة. ومما يمكن أيضا أن نعرف أيها الأحباب الأفاضل قضية البحث له منهج علمي معروف، لكن ليس من السهل أن يمر الباحث حول سيد قطب وتراثه الأدبي مرور الكرام، وليس من السهل أيضا أن يمر المهتم بشعره وموروثات الرجل بهذه الأمور الثقافية والأدبية دون أن يسلك منهجا يجمع بين جميع المناهج أو المناهج البحث العلمي وفقا لمتطلبات البحث من تسليط الضوء على عمل أدبي يموج بالحياة. دقيقتين من الوقت، نعم دقيقتان لكم. إذا الأخت الفاضلة ممكن أطيب بعض الأمثلة فقط فيما يتعلق بالدلالية. هناك دلالية يعني أمثلة دلالية تشبيهية. أولا مثلا في الحث على علو الهمة وعدم الانخداع بظواهر الدنيا، هذا قاله السيد في قصيدة الدنيا يصور حقارة الدنيا وحوان شأنها. يا دنيا وما أنت سوى عبث الأطفال فيما يلعبون. إذن يجعل الدنيا كعلوبة التي تلهي الأطفال إلى آخره، وبما أنه يدعو إلى أولو الهمة وما شرح ذلك. وأستسمحكم عذرا لمثال قبل الأخير ومثال آخر على أقل نجد ولو ثلاثة أمثلة. وثانيا في سبيل مثال في قصيدة هبل صور الطغاة بالوثن كالصنم هبل الذي في المعتقدات الجاهلية التي كانت تؤمن بألوهية الأصنام. يقول هبل رمز السخافة والدجل عادت إلينا اليوم في ثوب الطغاة. إذن فتصوير الطغاة بالوثن يحقق ما لا يحققه ما تستطيعه لفظ الوثن من الصنابة والجمود. إذا نأخذ مثالا أخيرا لضيق الوقت أستاذة فاضلة في قصيدة أخي حيث قال يعني وترى الفجر يرمقنا من بعيد. إذا في قصيدة أخي التي قال فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرمقنا من بعيد. إذا حيث يصور النصر هنا بالفجر صوتكم غير واضح يا أستاذ الرحمن، الصوت غير واضح وانتهى الوقت. تقويتها بالتربية والتزكية من أهم أسباب النصر وتحقيق السعادة. ألو تصير غير نعم انتهى الوقت. إذن وقد أهم شيء هذا صوتي غير واضح إلى الآن. ألو نعم الآن واضح. نعم شكرا يا أستاذتي الفاضلة. نعم. جزاكم الله خير. انتهى الوقت. نعم الآن صوتي أشرف فقط هذا المثال الأخير لو سمحتم، ومن ذلك التعبير عن الشعور بالسعادة النفسية من ذلك قول سيد في قصيدة أخي فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرمقنا من بعيد، حيث يصور النصر مشيرا إلى أن الانتصار على النفس وأهوائها مع تقويتها بالتربية والتزكية من أهم أسباب النصر وتحقيق السعادة. وقد حذفت هنا المشبه، حذف المشبه وصرح بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية. بارك الله فيكم ونفع بكم. شكرا جزيلا على المداخلة القيمة أستاذ عبد الرحمن. المتحدث التالي من أحينا من الصين أستاذ غوانغ لي. نعم أستاذ غوانغ لي معنا. السلام عليكم. نعم تفضل يا أخي الكريم. وبعد هذا بعد أستاذ بكر عبد الصالح. نعم أستاذ غوانغ لي فليتفضل. مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا بارك الله فيكم لإقامة هذا المؤتمر، جزاكم الله خير جدا. أولا اسمحوا لي أن أعرف بنفسي، اسمي أمين
اللغة الصينية، اسمي ميغون لي، أنا جئت من الصين موقع طوال شندون قريب من بكين. أنا تخرجت الدكتورة في جامعة يون شامس في ماليزيا. إن شاء الله سبحانه وتعالى أنا سأتحدث اليوم عن موضوع الثلاثية نجيب محفوظ وباجن الدراسة موازنة أو دراسة مقارنة. بسبب الوقت عندنا 5 أو 7 دقائق فقط، إن شاء الله أنا سألخص ما أنا كتبته في هذا البحث وثم سآتي بعد أهم النتائج فيها إن شاء الله. بالنسبة لهذا الموضوع، نحن عرفنا أن نجيب محفوظ وكاتب مشهور ورابي مشهور في مصر، أيضا باجن وكاتب أيضا مشهور في الصين. والموضوع حول الكتابة والفنية، خصائص الفنية حول بينهما. يتضمن هذا البحث الدراسة الوصية التحليلية للمضامين الفكرية والفنية في ثلاثية نجيب محفوظ وباجين، وأيضا يحدث إيضاح العلاقة بين رواية مصر والصين وفن رواية بين الأدبين في ثلاثيتهما، حول الثقافات والحضارات والتقاليد والعادات إلى آخره. وهدفت الدراسة إلى التركيز على جمع ثقافتين مختلفتين حول الوصف والفني لتجسد قيمة العدد وأهمية رواية، وتتركز مشكلة البحث في معرفة الرواية ومكانتها في العصر المعاصر، والوصف عند نجيب محفوظ وباجن في ثلاثيتيهما، وكذلك القضايا التي تعكسها كل منهما وتبرز في وصف الحياة الأسرية التقليدية في ثلاثيتيهما مع التشابه والاختلاف بينهما في الوصف تحت البيئتين المختلفتين حول الثقافات والتقاليد والعادات. لقد أتبع الباحث المنهج الوصفية والمقارنة بين ثلاثية نجيب محفوظ وباجين، ويسهم هذا البحث في مجال الأدب بمعرفة نقاط التشابه والاختلاف في ثلاثيتيهما. دقيقتان من الوقت. أوكي إن شاء الله سأقوم بالسريع إن شاء الله. وكشفت روايات عن القدرة الإبداعية لدى الكاتبين من حيث الدقة التصوير، تناول الموضوعات مهمة في المجتمع والتعبير عن الطموحات والآمال لدى الروائيين. سيوصي الباحث الطلبة العلم والاهتمام بدراسات ما يتعلق بالعادات والتقاليد المشتركة بين العرب والصين من نواحي متعددة. ويوصي الباحث أيضاً المؤسسات العلمية بوضع سلسية علمية لتلك الدراسات التي تذكر العلاقة المتشابهة أو المختلف بين العرب والصين في شتى المجالات. فقد تبين هذه الدراسات أيضاً الخصائص الفنية عند نجيب محفوظ، حيث كانت انعكاسا للواقع المعيش في مصر والصين، كما كشفت الروايات عن القدرة الإبداعية لدى الكاتب من حيث الدقة للتصوير، وفيه كشف الإمكانيات الخاصة الفنية عند رسم الشخصيات وعنايته بأسلوب الكتابة والفنية. انتهى الوقت أخي الكريم. دقيق
نعم دقيقة واحدة. دقيقة دقيقة إن شاء الله. أهم النتائج الأتارية الآتية: كشفت هذه الدراسة الفنية الحقيقة في ثلاثية نجيب محفوظ وباجين، وقدم نجيب محفوظ وباجين أكثر صور متعددة ومتنوعة في روايتهما، ومعرفتي من تلك الصور في المجتمع له خصائص والعادات والتقاليد. أخيرا تجلت الثلاثيتين نجيب محفوظ وباجين أنواع متعددة ومختلفة من الفنون، سواء على الصعيد الفكرية أو الأدبية أو السياسية أو الاجتماعية. وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم الاستماع، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا على المداخلة القيمة من أخينا من الصين أستاذ وانغ لينا. أيها الحضور الكريم، نحن الآن إلى المتحدث التالي أستاذ بكر عبد صالح من العراق. أستاذ بكر، لم نسمع صوتكم. قلتم أنكم حاضر أنفا في الشات، تفضل. هل ما زال معنا يا ريكو؟ أخ ريكو، هل أستاذ بكر ما زال معنا؟ نعم نعم موجود. نعم الحمد لله الحمد لله. أهلا ومرحبا. نسمع جيدا أن المصطلحات الطبية يتعلق بكورونا، تفضل يا أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعتذر جدا بسبب انقطاع الإنترنت. أعتذر جدا بسبب انقطاع الإنترنت. بأس يا أستاذ، استمع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أشكر جامعة مالا وكلية الآداب قسم الأدب العربي ورئيسة القسم الدكتورة هني محلية الصحة على إقامة هذا المؤتمر. أسأل الله لهم التوفيق دوما. هل صوتي واضح؟ واضح دو، تفضل أستاذنا. تمام. أشارك بتحتي ذات العنوان المصطلحات الطبية الخاصة بكورونا، دراسة في الأصل اللغوي، مدرس الدكتور بكر عبد صالح من العراق، مديرية تربية الأنبار. محور وهدف البحث. هل صوتي واضح؟ واضح أستاذنا، تفضل استمر. تمام. يهدف البحث إلى تبيان بعض المصطلحات الطبية الشائعة الخاصة بكورونا من حيث الأصل اللغوي، كالسعال والصداع والسخونة وغير ذلك. وكان السبب الذي دفعني لإجراء هذا البحث وجائحة كورونا، الوباء الذي انتشر في العالم حديثا ونتجت بسببه دراسات علمية كثيرة، فلم يخطر على ذهني سابقا أن أتناول هذه المصطلحات بالدراسة اللغوية، فكانت دراسة جميلة. وقفت على الأصل اللغوي لكثير من المصطلحات الشائعة. عفوا، ظهرت في الشاشة الشرائح. نعم منظور واضح. تمام. أمثلة من هذه المصطلحات، طبعاً لضيق الوقت والوقت قليل جداً نختصر قدر ما يمكن. أمثلة مثلاً السخونة هي مأخوذة من الأصل اللغوي سخنة، أصل لغوي يشتق منه أكثر من معنى. الأول السخونة وهي الحرارة، وهذا المعنى المعروف لدى المجتمع. السخونة سخنة، السخن بالضم الحار ضد البارد، سخن الشيء والماء بالضم وسخن بالفتح. إذن الأصل اللغوي سخن هو
ثلاثي العين، ثلاثي الخاء، يعني سخن وسخن وسخن، وبالكسر الأخيرة هي لغة بني عامر. المعنى الثاني من السكونة هي نقيض القرار، يعني نقيض الاستقرار. سخنت عينه بمعنى لم تقر عينه، لم تقر عينه، نقيض قرت، وهي تسخن سخنة وسخونة، وهو سخين العين. المصطلح الثاني على سبيل المثال الصداع، وهو ألم الرأس، مأخوذ من الأصل اللغوي صدع. أصل اللغوي اشتق منه معان كثيرة، منها الأول وهو الشق، والصدع شق في شيء له صلابة، وصدعت البلاد قطعت وسط جوزها، والنهر تصدع، تصدع في وسطه فتشقه شقا، ومنه صدع البين شملهم، وصدع ثوبه صدعتين، بمعنى انقسم إلى قسمين. المعنى الثاني وجع الرأس، ومن الممكن القول أنه مأخوذ نوعا ما من المعنى السابق وهو الشق، وقد لا يكون كذلك فيكون معنى مستقلا. المعنى الثالث للصداع وهو الشيء الوسط، الصديع القميص بين القميصين، لا بالكبير ولا بالصغير. رابعا من معاني الصداع المضي في الأمر، رجل صدع ماض في أمره، وصدع بالأمر يصدع صدعا، أصاب به موضعه وجاهر به، وفي التنزيل في القرآن الكريم فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاهلين. المصطلح الثالث وهو السعال، سعل أصل لغوي يشتق منه الأول السعال، سعل يسعل سعالا، والمسعل موضعه من الحلق. الثاني النشاط، يعني بمعنى سعل، ليس معناها السعال المعروف عند المجتمع هو السعال فقط، ولكن له معنى آخر يشترك بمعنى آخر وهو النشاط. سعل سعلا نشط، وأسعله الشيء أنشطه. طبعا الإحالة وأصول المعلومات هذه موجودة في البحث، لكن للاختصار لم نذكر الإحالات، اكتفينا فقط بالأمثلة. نتائج مما توصلت إليه من البحث، طبعا باختصار شديد، تبين بالدراسة اللغوية المصطلحات الطبية إن بعضها فيه مشترك لفظي، فاللفظ الواحد فيه أكثر من معنى. وتبين أيضا بالدراسة اللغوية للمصطلحات الطبية إن بعضها فيه ترادف، فاللفظ الواحد تجد معه مرادف الدلالة على المعنى نفسه، مثلا ضيق النفس يرادفه الاختناق. مما أجد فيه أهمية أن نربط الجانب اللغوي بقنية جوانب الحياة كالجانب الصحي والطبي مثلا. أهمية ربط الجانب اللغوي ببقية دقيقتان من الوقت، نعم إن شاء الله أقل. أهمية ربط الجانب اللغوي ببقية جوانب الحياة ومنها الجانب الطبي، يعني يجب أن نربط بين الجانبين. ضرورة تقريب الجانب الطبي من اللغة العربية، فما حصره بلغة أجنبية إلا لإبعاده عنها مما ينتج شكلا طبيا في اللغة العربية، وهذا ما نشهده بالواقع. فلو تتبعنا المجتمعات العربية نجدها أكثر أو أقل معرفة بالجانب الطبي مما سواها من المجتمعات ذات اللغات الأخرى. ضرورة الوعي الصحي والطبي عند المجتمع، نسأل الله السلامة للجميع وأن يبعد عنا كل مكروه. أخيرا شكر وتقدير
أستاذ محمد عبد الباس موجود، ثم أستاذ نور خليل علي من العراق، أستاذ محمد عبد الباسط من الهند. نعم، إذا الآن الدور للمناقشة والتعليقات، يمكن هناك الأسئلة للباحثين أو يمكن هناك التعليقات للحضور الكريم، فتفضلوا. وإذا لا يوجد السؤال أو التعليق فسوف نختتم. نعم، لا تنسوا أن تملأوا الاستمارة للحصول على الشهادة في دردشة في الشات، أن تملأوا الاستمارة للشهادة في الشات. نعم، اوكي. هل يمكن التنزيل من شريحة العرض للدكتور بكر عبد صالح؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. إذا ليست هناك أي أسئلة للباحثين فنحن سوف نأخذ الصورة جماعية أولا قبل أن نختتم برنامجنا للذكريات، أننا قد وصلنا إلى نهاية الأخير، نهاية البرنامج. أرجو من الجميع فتح الكاميرا ونأخذ الصورة جماعيا. أرجو من الجميع فتحوا كاميرا ونأخذ الصورة جماعيا. تفضل أخي ريكو أن تأخذ الصورة صفحة صفحة. نعم يا سادة، عندنا صفحتان لأحد الصورة، والآن أولا في صفحة الأولى أرجو من جميع أن تفتحوا الصورة أولا. سنبدأ يا سادة. انتهيت؟ لما سادة سأحسب أولا. طيب، واحد، اثنان، ثلاثة. مرة، واحد، اثنان، ثلاثة. ثم الصفحة الثانية، واحد، اثنان، ثلاثة. ما شاء الله، منورون. الحمد لله. لوجودكم شكرا جزيلا. والله خيرا. نعم. شكرا جزيلا للحضور الكريم من الأساتذة والدكاترة.